قناة قراءات تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يأمر الله تبارك وتعالى عباده في هذه الآية بأخذ التقوى، بأخذ النجاة والسلامة من النار. ولا ينجيك من النار ولا ينجيك من العذاب في الدنيا والآخرة إلا هذا الدين، إلا طاعة رب العالمين. قوا أنفسكم وأهليكم، أمر من الله أن نهتم بأبنائنا وأهلينا، وإن كنا نحبهم حق المحبة فلنرغبهم في هذا الدين، فلنأخذهم
على طاعة رب العالمين، وبجد وباجتهاد وبقوة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. أبناؤنا أهلونا جميعا يا عباد الله أمانة في أعناقنا، وسيسألنا الله عن هذه الأمانة، حفظنا أم ضيعنا؟ فقم بالواجب الذي أوجبه الله عليك بالتوجيه والإرشاد والنصيحة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه الآية قاعدة في الأمر في التربية بالأبناء والأهلين جميعا. وكل عاقل يسعى لأن يكون أبناؤه قرة عين له، أن يكون أبناؤه قائمين بالواجب الذي له، يصلونه يقدرونه ويحترمونه، يجد الأجر والثواب من الله على هذا الواجب الذي أوجبه الله. فإن كنت يا عبد الله تريد برًا وإحسانًا وتقديرًا واحترامًا، اعلم أنك أنت الطريق إلى هذا الأمر المهم. نشئهم، ربهم، تابعهم، احرص عليهم كي يقوموا بهذا الدين بما أمر به هذا الدين فيأتمرون، وبما نهى عنه الدين فينتهون. لا تعجز، لا تكسل، قلها كلمة لله كما أمرك الله، واعلم أن الله معك وأنت تقوم بهذا الواجب الذي أوجبه الله عليك. من هذه التربية، هذه التنشئة، وألفت النظر إلى ما قام ويقوم به الكثير من الآباء. أنت وكثير أمثالك تحب الدين، تحب الصلاة، تحب طاعة رب العالمين، أحببت الله، أحببت الطاعة، فررت عن المعصية. أليست هذه ثمرة للعناية والتأديب الذي كان يقوم به أبوك؟ بل آباؤك جميعا. فالله الله بارك الله فيكم في القيام بهذا الواجب العظيم، ومن أهم الواجبات ومن أهم الطرق
لإصلاح الأبناء جميعا ذكورا وإناثا. الصلاة. يقول ربنا تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أمر من الله. وأحب أن أتساءل مع هؤلاء المفرطين المقصرين الناسين، ماذا نقول بين يدي الله إذا سألنا الله عن هذه الآية؟ آية تعنيني وتعنيك وتعني كل مسلم إلى يوم القيامة. ماذا يقول هؤلاء المفرطون الكسالى؟ ماذا يقول هؤلاء الذين أعمتهم الدنيا، شغلتهم الدنيا عن هذا الواجب العظيم؟ وأمر أهلك بالصلاة. سؤال، أعد لهذا السؤال جوابا وللجواب صوابا. ثم حديث نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. منهاج تربية. وأكد على الصلاة لأنها أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد. أكد على الصلاة لأن بالصلاة تجد الهداية، تصل إلى الخير كل الخير. الصلاة صلة بين العبد وربه. احفظ هذا الحديث وجاهد نفسك في تطبيقه. مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين. منهاج تربية. عمن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكلمة ولد كما تعلمون تشمل الذكر والأنثى. مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين. إذا بلغ الطفل، إذا بلغ الولد سبع سنين تتوجه إليه الأوامر بالكلام: صلي يا عبد الله، صلي يا عبد الرحمن، صلي يا خديجة، يا فاطمة. ويستمر هذا الأمر ثلاث سنوات متوالية. أبوه يقول له صلي، أمه، أخته، أخوه، صلي صلي صلي. ثلاث سنوات. وكلا أن يخيب من حريص على هذا التوجيه، توجيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كلا كلا ألا يجد استماعا. ثلاث سنوات كاملة بالكلام بالتوجيه. أما إذا بلغ العاشرة فلترتفع العصا: واضربوهم لعشر سنين. وكلمة واضربوهم
قال العلماء إذا ضربته فاضربه ضربا غير مبرح، ليس المقصود إيذاؤه، ليس المقصود ضرره، إنما العصا للتخويف، تخوفه وتظهر له أنك مهتم كل الاهتمام بهذه الصلاة وبهذا الدين الذي به رضا رب العالمين وبه سعادة الدنيا ونعيم الأخرى. واضربوهم واضربوهم عليها لعشر سنين. ومرة أخرى أقول قل أن تجد من حريص على هذا الأمر فبلغ بلسانه بقوله ثم التهديد والتخويف بالضرب والعصا، وتغضب يا عبد الله، تغضب الغضب الشديد حينما يكون هناك تفريط في الصلاة خاصة وفي كل أمر أمر به الدين عامة. قال وفرقوا بينهم في المضاجع. قال العلماء لا يصح أن ينام الطفل، أن ينام الولد مع أخيه في فراش واحد، بل يجدر وينبغي أن ينام الأولاد الذكور في غرفة والبنات في غرفة أخرى، إلا إذا ضاق البيت فعلى الأقل أن يكون لكل واحد فراش خاص، سرير خاص. نهانا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نهمل الأولاد ونجعل الولد ينام مع أخيه فضلا عن أن ينام مع أخته. وصايا نبوية إلهية احرصوا عليها، وادعوا الله أن يوفقكم إلى تطبيقها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله يا عباد الله في أموركم عامة وفي تربية أبنائكم خاصة. أمانة ائتمننا الله عليها، فقوموا قوموا أيها المؤمنون بأدائها
والحرص عليها نصل إلى رضا الله، نصل مرة أخرى أؤكد إلى البر الذي نسعى إليه. ولا يستخفنك الذين هكذا يقولون الهداية بيد الله، كلمة حق أقول أريد بها باطل. رجل كسلان عاجز مضيع للأمر الذي أمر الله به، ثم تأتيه أنت لتقول الهداية بيد الله؟ استغفر الله، نعم الهداية بيد الله، ولا يهديك ولا يهدي غيرك إلا الله وحده لا شريك له. لكنها أوامر، لكنها واجبات، أمرنا الله بها، نمتثل أمر الله، نتقرب إلى الله. وهيهات هيهات أن من حرص على هذا التوجيه وقام به أن يرجع خائبا. فالله الله بارك الله فيكم واجب عظيم مهم. وهل يصلح الناس إلا بالتربية والتنشئة الصالحة؟ هل فسد من فسد إلا لأنه لم يجد من يربيه، لم يجد من ينشئه التنشئة الصالحة؟ فالله الله بارك الله فيكم، أوصي نفسي وأوصيكم بالاهتمام بهذا الأمر العظيم وهذا الثواب الكبير. وأكد مرة أخرى أقول قلها كلمة لله، لا تسكت. مصيبتنا مشكلتنا السكوت، قلها كلمة لله، مره بهذا الدين، رغبه في هذا الدين. وأمر مهم أود الإشارة إليه وأنا أختم، القدوة، الأسوة. كن أيها الأب، كوني أيتها الأم، كونوا أيها الإخوان قدوة صالحة لأبنائكم وبناتكم وأهليكم جميعا. وأبشروا بما وعدكم الله في كتابه وعلى لسان رسوله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أرنا في أعدائنا
وأعدى ديننا عجائب قدرتك، إنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد المسلمين أو أراد هذه البلاد بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميراً عليه يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارض عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. تابعونا على صفحاتنا التالية